السلام عليكم ولا عين الجيمر جملة. اليوم جيتكم في حلقة ثالثة من أساس جريد سانديكت. زلت واحد في البلاصة نتاع ودني هذايا مبقيتش معاه حل. نمشيو لك المختبر نتاع ودني، الحل الوحيد لازم نهبط من وجهه كهو، نقدر القاتل في الفخ. ها هو ذا المدخل إلى مختبر بروستر. وين هو المدخل؟ مدخل ولا مختبر ولا ودنك مثل الحرام؟ ها هو مش بيعملت اكيه. اسمع سيدي، عدنا للمهمة. به قتال مش عندي اصلا نقاط. فهمت شيء؟ قام زي قام زوت لك انت. سي بون نزلنا افتروا يا حاج كهب من بيتو الافتروا. كهب تنحى هاتي وبا ها
شنو البلاصة انت عودني هيدي؟ شنو هذا؟ كاسي في عدد. قوي التيار الكهربائي. ستصبح غير مستقرة يا سيدي. سمعت الآنسة ثور، نريد النتائج على الفور. لازم نقتلوا البيعة هذاك. طب اللي هي بيلي هي ممسك من جيت انت من جيت ابو الحرام؟ استنى ساخليهم شوي فرد يا ولا اساسا قريت متعودني هذي. حان الوقت لتستسلم للموت سيد بروستر. ما زال أمامي الكثير من الاكتشافات. لا تكن خائفا. لست خائفا، الرب سوف يرعاني. سأكمل تجربتك. لا يمكنك إيقاف ستارك. الآنسة ثورن عثرت على قطعة أخرى من كسف عدد وهي أقوى من سابقتها. سأخذ تلك أيضا. نقاتل لنحصل على ما لا يمكن أخذه معنا. تلك هي طبيعتنا. هاي فلسفة. مش بيه؟ بلا بلا انا في صوي. شفهم تقدمي لو بشو داي فاس هذا بادر صار كتي انت عبوري صار ما عبرتيش انتي.
اها جاكوب، ما هذا الانفجار؟ أي انفجار؟ إيفي انفجرت قطعة غاز في عدن وأخذت المختبر معها. تلك القطعة الغريبة من المعدن المنحني، يا للصدمة. كونك لم تقدرها قدر حقها فلا يعني صار كل شيء حسب الخطة. كان هناك تعقيد بسيط. كم هو بسيط؟ انفجر المختبر. جاكوب، ثبت مسار القطار. أوه، لقد فعل، صحيح؟ خرج القطار عن مساره وكنت على متنه. لقد قتلت الهدف. انتهى أمر بروستر. كانت في مجملها مهمة ناجحة بالرغم منكما. ماذا عن لندن؟ ماذا بشأنها؟ نحن نضيع الوقت هنا. أنت تعلم مثلي أن لندن ظلت تقبع تحت هيمنة فرسان المعبر طوال القرن الماضي. إنهم لا يزالون في قمة قوتهم. اصبر. وجد الفرسان قطعة من كسف عدن. السير ديفيد مات ولا يعرفون كيف يستخدمونها. سوف يرشدنا المجلس. كان والدكما سيوافقني على نصيحتي. سأراكما ثانية في كرولي. الصبر يا إيفي. ها هو صوت الفرصة الجميل وهي تضيع من بين أيدينا. ما الذي يوقفنا إذن؟ لندن بانتظار أن تتحرر. انسي أمر كرولي. أراد والدنا أن نوصل. هو والدنا. يمكنك أن تواصلي مسيرته في لندن. تحرير أجيال المستقبل من مدينة يحكمها فرسان المعبد. أتعلم؟ جاكوب فراي، لعلك على حق. هيا بنا إذن. نعم، هيا إلى لندن. تتذوق سوى القليل من أحدث مقتنيات أبستيركو. أريد الإطمئنان على شون وريبيكا. أرى الهجوم على أحد فرسان المعبد خطأ. تحكي بجد يا هدم؟ اتصل بالدكتور جراماتيكا. هيا إيزابيلا، مفاجأة سارة. سيصل أصدقاؤنا إلى هنا قريبا للبحث عن القطعة الأثرية. سأعلمك حالما يتم تحديد مكانها. ممتاز، يسرني هذا دائما. وارد. أمثالك هم من يلطخون سمعة المؤرخين. ليس لدي وقت أضيعه معك اليوم يا سيد هيستينغز. شكرا لكما لتسهيل عملي. أوه اللعنة، يبدو الأمر سيئا. معلم بيرغ والعميلة بيكوستا تعاملا معهما من فضلكما. هيا طاردوهما. نظفاك يا معلم، مش تهبلوني را لعبة بلا حتى تبحثوا في تلك البيانات. تصرفوهما الأرعم عرض المهمة للخطر. يجب أن تزامن ذاكرتي جاكوب وإيفي. امنحهما الأفضلية على العدو. ليس لدينا الكثير من الوقت وحياة البعض على المحك. بالتوفيق. تفاك ب
وي سي بون فهمت سي بون سيبلي برك اعطيني اللعب. بس هاي بعد 3 حلقات باش بدات اللعبة. بداية ممتازة جدا. لم أرى هذا العدد من الناس من قبل. بحار لندن المتلاطمة بالضبط كما وصفها أبي. والآن يجب أن نجد هنري جرين وأن نخطط لشن النجوم على فرسان. من سيد جرين؟ الأساسن الذي يحرس لندن. ألم تنصت في 3 مرات السابقة؟ أنصت لماذا؟ أوي انتبه. عذرا سيدي. أنت عود إلى هنا أيها اللص الحقير. احتفظ به. يا للعجب، ولكن ماذا لدينا هنا؟ تقفان في ممتلكاتنا لنرى درجه حراره. اوقفوه، انت تحرج نفسك او حد. ايش تقلقوني انتم برشا؟ معلم ممتاز. ما الذي تعرضه علينا لندن ايضا؟ ليس هذا وقت السياحة يا جيكوب. يجب ان نجد هنري. ليس منذ كنا في الثانية. معلم اساس سكريت ماهيش جتيا باش نمشي في الكياس. صحيح طيب هاي مشيتها كيفاش اللعبة هذي. ذكرني في بروتوتيب، بروتوتيب ستيل هذا. زحت مني جد انشارتد موجودة زا انشارتد ولا ذا لاست اوف اس. صح مش نشقك اللعب. اين يقع متجر السيد جرين؟ عليه علامة في خريطة والدي. اثنان من الاساسنز، الطول نفسه، فتاة وشاب في 20 من العمر، والابتسامتان الشيطانيتان. لابد أنكما توأم فراي. وأنت هنري جرين في خدمتك. تعزي على وفاة أهلكما. شكرا لك. ماذا يمكنك إخبارنا عن كروفورد ستيريك؟ المجلس يريد بعض الأخبار. لا مش خايبة اللعبة كل ما تمشي كل ما تنحبك. مستقبلا أفضل لجميع مواطنيها. أحمد الله على حكمة المجلس لإرسالكما للمساعدة. نعم نحمد الله. لسوء الحظ أنا أحمل أخبارا سيئة. اليوم يتربع ستارك على قمة أعقد صرح لفرسان المعبد في العالم الغربي. كل طبقة، كل حي، العصابات، الصناعات، أذرعه تمتد في كل أنحاء لندن. لطالما تخيلت نفسي زعيم عصابة حازم ولكن عادل. سيكون لباسنا موحدا.
وسأجمع مزيجا من الغرباء المهضومة حقوقهم تحت مظلة واحدة. هذه الفكرة إيفي، يمكننا جمعهم لأجل قضيتنا. كما قمت بجمع لاعبين ورق من حانة أوكبروك في النهر، كان أمرا مختلفا. انتصروا علي بالغش، أتخيل الأمر الآن. سنطلق على أنفسنا اسمه الروكس. ولا تبرع في شطرنج. لديك خطط أفضل؟ إيجاد كاس في عدن. حسنا، سأخذكما في جولة، هيا بنا. Let's go. بري تصدق المدخلات وألقي النظرة على لندن بنفسك. أفضل طريقة للمشاهدة هي النظر للمكان المرتفع. فاك تحكي بشتك يا معلم، شطلة هكا تيسحة ولا تيسحة. أرجع انظر ماذا فعل ستارك بالمدينة. الجريمة تقضي على مرجع وايت شابل. عمالة الأطفال بالرغم من القوانين. عصابة معروفة بالبلايترز تجتاح الشوارع، والفرسان يتلاعبون من وراء الستار كما في جميع الأحياء. يجب أن نعيد المدينة للناس الذين قاموا ببنائها. سنحرر لندن من ستارك، أعدك بذلك. ورجال الروكس، آنسة فراي، شغفك ملهم. هيا لنعد إلى متجري لأطلعكما على المستجدات. بري شو عمل هذا بالضبط؟ يودي اطلع. ارجع. روعة روعة. فولو مي. صح، بتراها من فوق في شابة تخرع. فادتني ذي صح. لا تثير الضجة، كيلوك يبحث عنك. من كيلوك؟ أحد زعماء عصابات ستارك. ولما يبحث عنك؟ لأنه يبحث خلف أحد أبحاث السرية الخاصة بواحد من أنفار الأسلاف. قطعة كسف عدد. حدثني عن أولئك البلايترز. خلال بحثه عن جيش، جمع ستارك أشد أوغاد عالم الجريمة بأسا. حاولت عصابات المدينة منع ذلك وذبحوا لأجل جهودهم في ذلك، والآن بقيت عصابة كلينكرز مناهضة لهم، لكنها ليست ندا من البلايترز. حسنا، لنتملق عصابة الكلينكرز إذن. فهم ما نبحث عنه. كلينكرز 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 ذكرني في ذلك السفاس حقا من هذه فرصتي للتدخل. لندن انتبهي، ها قد أتت عصابة الروكس. حقا ملي جو للتميت جيو على البي سي ونعودهم. كنت تعرفوا ايش بيوند بيوند تو سولز. روعة روعة. هذه المدينة في حالة ذهول، لا تنظروا أمامكم. نعم لاحظت ذلك. لن أتمكن من إنهائها بهذا المعدل. الله وحده يعلم أين تتجه تلك الصفحات الآن. حسناً، يجب أن أعمل لكي أعوضها. إن شعرت بالرغبة في الاستماع للحكايات تجدينني حيث الشراب دافئ والأمزجة مشتعلة. تتا. يا له من رجل غريب. غريب الأطوار. يا سيد فراي، كانت تشارلز ديكنز يعرف كل شخص وكل شيء في المدينة. لو كنت مكانك لأبقيت على هذه العلاقة حية.
عصابة كيلو قريبة، لا يجب أن يتبعوني. لا تقلق، خذ هذا للمسدسان. رباه أرجو ذلك. عربتي قريبة، استخدمها لبعدهم عن أثري. أنا في مجال التحة. عربة، نسخوا عربة. أوبا، مش تحلى اللعبة. أعطانا مسدسات وعربة. دبل ويب قيادة. Let's go. بثبات، ساعديني في تحويل انتباهي. ها قد عدت المتاعب. عرباتهم تتوجه بطولك على هذا اليوم. بابا يا بابا يا بابا. كسر عاد. ها الان نعود الى لن يكون العثور على ستارك بهذه الصعوبة. أقترح أن نستفير بعربتنا ونبحث عنه. لهذا أنت لا تتولى زميلك. من الحصان اللطيف؟ أنت هو. إلى الأمام. هيا بتيا. هل هربتما منهم؟ بل أكثر من ذلك. من هؤلاء الناس؟ على مر السنين أسست علاقات في جميع أنحاء المدينة. مذهب، نحتاج للمساعدة. مساعدة مركزة. سنسيطر على عصابة ستاريك لنقضي على سيطرته. أنت لا تصبو للهدف الأعلى. لستاريك تأثير على جميع أفرع المجتمع ويجب أن نضاهيه. فهمت ما تعنين إيفي. نحتاج إلى الروكس. لن ننشئ عصابة تحمل اسم الروكس. أعتقد أن لدي فكرة خاصة. سنحتاج أن تغض الشرطة النظر عن أعمالنا. لدي حليف في الشرطة، الرقيب أبرلاين. سمعت أنه خبير في فن التخفي. التالي. الملاعين. 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 الأطفال جواسيس ممتازين. كلارا أودي. تلك الفتاة ذكية. وأخيرا تذكر أن ستاريك لا يعمل بمفرده. زعماء العصابات في الأحياء ستلقونهم قريبا بلا شك. ريكسفورد كيلوك قادر على الاختفاء حتى أمام عينيك. هل نجعله يختفي بالفعل؟ أظن ذلك. لحظة واحدة. ألقوا نظرة على هدف من الفرسان. توخي الحذر، هناك مخاطر. لا تقلق علي عزيزي فين. سأتولى أمر حفلة من المجرمين. به هذه معلم شرطة الزعيم كومبليتمون.
على ما على ما نظن ترجع هاك على ما نظن. حلو هذا، شنو هذا؟ نمسك بالطفل وذي شنو؟ مقر الحساب ريكسفورد جيمبلو ذي شنو؟ كم بلوك به برش. وما هي الخطة إذن؟ هي طوال مخطط العظيمة. به يا جماعة نكملوا الحلقة الثالثة لهنا. لعبة باهي ماشي خايبة والله، لعبتها كل ما لعبها كل ما تعجبني أكثر. طيب مسجل ثلاثة حلقات ورا بعضها، حلقة ولا حلقة ولا حلقة، مسجل ثلاثة. طيب باش نوقف إذا بحت عب لله محمد رسول الله. كالعادة متنساوش لايكاتكم وسبسكرايباتكم ومتبخلوش علينا بالدعم متاعكم، والسلام عليكم وباي.